الو طلابنا سمعون؟ الو احد يسمع طلاب؟ هيدفون سار محمد عدل؟ حد يسمع طلاب؟ المحاضرة على الحاسب. طلاب السلام عليكم. أنا طبعا آسف شوية كان أكو التزام وشوية تأخرنا عن المحاضرة، فنبدأ محاضرتنا وإن شاء الله ما نطول عليكم. بالنسبة للفقرة 13 prove that القيمة المطلقة لـ Z1 زائد Z2 هي أصغر أو يساوي من القيمة المطلقة لـ Z1 زائد القيمة المطلقة لـ Z2. حل هذا السؤال نبدأ من خلال هذا الخطوة. القيمة المطلقة لـ Z1 زائد Z2 يساوي، هنا عندنا Z1 هو X1 زائد X2 زائد I خارج قوس Y1 زائد Y2 القيمة المطلقة. احنا نعرف انه القيمة المطلقة معناها انه تحت الجذر تربيع الريل بارت والإيماجينري بارت. هنا تم تربيع هذا الحدين الريل والبارت. نجي هنا راح الربع، هنا تربيع الطرفين square two sides. يتم تربيع الطرفين، الجذر يروح بالتربيع، الجذر يروح بالتربيع، يتم تربيع القيمة المطلقة. فراح يصير عندي هنا قوسين فرق بين مربعين، هنا مربع الحد الأول ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الأخير، كذلك هنا مربع الحد الأول أيضا مربع كامل. راح يكون عندنا هذه الحدود اللي ظاهرة أمامكم، هذه الحدود اللي ظاهرة أمامكم. هنا عندي X1 تربيع زائد Y1 تربيع، وهنا عندي X2 تربيع زائد Y2 تربيع. هنا ايش عندي؟ عندي 2X1 X2 زائد 2Y1 Y2، نطلع 2 خارج قوس، راح يكون عندي هذا القوس X1 X2 زائد Y1 Y2. هنا راح هذه العلاقة، بس انتبهوا اخوان، هذه العلاقة اكو فد حيلة رياضية راح تكون او طريقة رياضية. هنا اربع القوس وتحت الجذر، تحت الجذر تربيع هذا القوس. انا هنا كأنما ما سويت شيء، لانه هنا التربيع يروح ويا الجذر، يرجع المقدار مثل ما هو، يرجع المقدار مثل ما هو. زين اخوان، هنا ايضا فرق بين مربعين، مربع الحد الاول ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الاخير، هذه العلاقه راح تكون عندنا. زين، انا هنا هذا الحد 2x1 x2 y1 هنا y2، هنا هي اصغر او يساوي، اصغر او يساوي x1 تربيع y2 تربيع زائد x2 تربيع y1 تربيع. اذا اعوض بمكان هذه هذا الحد، اعوض ب x1 تربيع y2 تربيع زائد x2 تربيع y1، هنا طبعا تربيع اخوان. زين، وراح يكون هذا السؤال، القيمه المطلقه لـ z1 زائد z2 تربيع اصغر او يساوي من القيمه المطلقه لـ z1 تربيع زائد z2 القيمه المطلقه تربيع زائد 2. هنا هذا الحد اللي وضعته بمكان هذا الحد راح يكون X1 تربيع X2 تربيع زائد X1 تربيع Y2 تربيع زائد X2 تربيع Y1 تربيع زائد Y1 تربيع Y2 تربيع. هنا أخوان راح أطلع X1 عامل مشترك، وهنا راح أطلع يعني بين هذا الحد وهذا الحد، بين هذا الحد وهذا الحد راح يكون Y1 تربيع، راح تكون عندي هذه العلاقة. إذا عندي مشترك هنا هذا القوس، راح يطلع هذا القوس خارج قوس ايضا، ايش يبقى لي؟ يبقى لي x1 y1 تربيع، x1 تربيع y1 تربيع. هنا انا سبق وان قلت لكم ملاحظه، عندما يكون قوسين تحت الجذر العلامه بيناتهم هي ضرب، ممكن اجزئ الجذر، لكن اذا كان ماينس او بلس ما ممكن اجزئ الجذر، وهذا راح يكون خطا. اذا اجزئ الجذر، هذا القيمه تحت الجذر x1 تربيع زائد y1 تربيع هي القيمه المطلقه لz1، وهنا القيمه المطلقه لz2. هاي اخوان القيمة المطلقة لـ Z1 Z2. هنا 2 اكو خارج هذا الجذر. لو تلاحظون هذا كان فرق بين مربعين،
يعني القيمة المطلقة لـ Z1 زائد القيمة المطلقة لـ Z2 تربيع. من نقول مربع الحد الأول ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الأخير زائد مربع الحد الأخير. رابط الحضور أخوان يعني من خلال وجودكم أنا راح أثبت الأسماء، من خلال اللي موجودين بالمحاضرة راح أثبت الأسماء. هنا طبعاً أخوان هنا هذا الفرق بين مربعين، هنا هذا التربيع هو من الأساس إحنا ربعناه، نأخذ root square of two sides يعني الجذر أو نأخذ الجذر التربيعي للحدين، الجذر التربيعي للطرفين يروح التربيع، راح نتوصل إلى أنه القيمة المطلقة لـ Z1 زائد Z2 هي أصغر أو يساوي من القيمة المطلقة لـ Z1 زائد القيمة المطلقة لـ Z2. هذا الإثبات أخوان للحالة رقم 13. أما بالنسبة للحالة رقم 14 prove that القيمة المطلقة لـ Z1 ناقصا Z2 هي أكبر أو يساوي من القيمة المطلقة لـ Z1 ناقص القيمة المطلقة لـ Z2. حل هذا السؤال أنا عد القيمة المطلقة لـ Z1 القيمة المطلقة لـ Z1 تساوي هنا القيمة المطلقة لـ Z1 نفسها بس نضيف Z2 ونطرح Z2 نضيف Z2 ونطرح Z2 كأنما أنا ما سويت شي بقت هاي نفسها زين. حسب خواص القيم المطلقة أنا ممكن أنه أجزئ هذا القيمة المطلقة يصير القيمة المطلقة لـZ1 ناقص Z2 زائد القيمة المطلقة لـZ2. أنا قلت أصغر ممكن يساوي ليش؟ أنا إذا هنا أنا أحلل بدلالة يعني الـZ أحللها بدلالة الريل والبار في الـX1 والـY1 وهنا أنا كذلك نفس الحالة عندما أعوض قيم الـX والـZ راح يكون هذا الطرف أصغر من هذا الطرف ولذلك راح يكون عندي أصغر أو يساوي إذا عندي هذا الطرف أو هذا الجزء هذا الحد القيمة المطلقة لـ Z1 ناقص Z2 أحول Z2 القيمة المطلقة للطرف الآخر راح يكون عندي هذا الطرف هو أكبر من Z1 القيمة المطلقة ناقص Z2 هو أكبر من القيمة المطلقة لـ Z1 ناقص Z2. إخوان بالنسبة للحضور الداخلين للمحاضرة أنا راح أثبت أسمائهم هم ذول الحاضرين واضح إخوان. هنا عندي تمثيل للعدد المعقد بالإحداثيات القطبية polar form الشكل القطبي للعدد المعقد الشكل القطبي للعدد المعقد. هنا نختار أنه نقطة x y تكون نقطة هي تمثل العدد المعقد x y or x زائد i y then we see يعني نلاحظ الشكل هنا هنا ال x هنا ال y هنا حسب نظرية فيثاغورس هذا ال r هو يساوي القيمة المطلقة لز واللي يساوي تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع. احنا لو نلاحظ من خلال هذا الشكل عندنا الساين ثيتا تساوي المقابل على الوتر يعني y على r والكوساين ثيتا تساوي المجاور على الوتر اذا x تساوي r كوساين ثيتا والy تساوي r ساين ثيتا. نعوض هنا بهذه العلاقه نعوض عن قيم الx والy راح يكون عندي z تساوي r طبعا r مشترك يطلع خارج قوس كوساين ثيتا زائد i ساين ثيتا. هذه العلاقة هي تمثل العدد المعقد بالإحداثيات القطبية. طبعاً زاوية ثيتا هي محصورة بين الباي والناقص باي أكبر من ناقص باي وأصغر من الباي. هنا هذا الزت هو دالة للآر والثيتا ثيتا تساوي تان إنفرس الواي على الأكس ونسميها الأرجمنت ومقصود بالأرجمنت هذا اختصار الأرجمنت واللي هو نفس الثيتا معناه أنه الزوايا الغير رئيسية يعني أنا عندي هاي الزاوية الرئيسية صفر هاي باي على اثنين هاي الزاوية باي هاي ثلاثة باي على اثنين هاي تو باي يعني 360 ما بيناتهن نسميه الأرجمنت ما بيناتهن يسمى الأرجمنت. زين طلاب هنا عندي مثال هنا عندي طلاب مثال نشوف أسئلة طلابنا الشات لحظة هسه إن شاء الله يكون الصوت أعلى وهذا أعلى شيء بالصوت طلاب يعني هذا أعلى شيء بالصوت أنا إن شاء الله راح أعلى صوته والمحاضرة طبعا هي مسجلة إن شاء الله أنزلها لكم على اليوتيوب. نأخذ مثال هنا إذا عفوا إذا كان Z يساوي واحدا زائدا I أكتب Z بدلالة الشكل القطبي وتحقق من
هذا الحل مع الرسم. طبعا انا عندي هنا z يساوي 1 زائد i يعني x 1 y 1، هذه هي النقطه، هذا هو شكل الرسم. طبعا اذا تلاحظون انه الزاويه هنا 90، منتصف الزاويه 90 هي باي، يعني ثيتا الزاويه تساوي باي على 4 اللي هي 45. 45 يعني انا هنا الثيتا اقدر احددها من خلال الشكل، زين، مو من خلال انه ثيتا تان انفرس واي على اكس، لكن في بعض المسائل يتطلب انه ثيتا انفرس، ثيتا تساوي تان انفرس واي على اكس، هنا الزاويه 45. هنا الار عندي تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع يساوي جذر 2، فاجي اعوض بالقانون العدد المعقد بالشكل القطبي. هنا هذا القانون امامكم، عندي جذر 2 هو r كوساين باي على 4 الزاويه زائد i باي على 4. هنا عندي جذر 2، هنا عندي كوساين باي على 4 اللي هي 1 على جذر 2، وساين باي على ايضا 1 على جذر 2. انا هسه اذا اريد اتحقق من اضرب الجذر 2 راح يكون عندي i 1 زائد i 1 زائد i، واللي هو نفس السؤال اللي انا منطق. هذه امثله اخوان انا منطقكم اياها، هذه هوم ورك لكم. انا اريد هنا تمثل z بالشكل القطبي وتتحقق من خلال ضرب الار داخل القوس ومع الرسم، مع الرسم. هذا شكل اخوان، انا من خلال هذا الشكل يعني اقدر احدد الزاويه من خلال الشكل، يعني ما تكون هنا واحد بواحد، الاكس واحد والواي واحد. هنا عندما يكون الاكس ناقص واحد والاي ناقص واحد، يعني ناقص اي. هنا اذا عندي الاكس هو ناقص فقط، يعني الواي صفر. زين اخوان؟ هنا كذلك هنا عندي ناقص واحد بناقص واحد، يعني الاي والاكس ماينس ماينس. هنا اذا عندي واحد زائدا اي يعني واحد بواحد، ايضا هنا الزاويه. وهنا اذا يكون عندي فقط الاكس له قيمه والواي راح يكون صفر هنا. وهاي باي على 63 هاي تعرفونها اخوان. عند الزد كونجوجيت ان بولر فورم، زد كونجوجيت بالاحداثيات القطبيه، مجرد الاي حد الاي الحد الايماجينه تتغير اشارته. وهذا العلاقه انا اقدر اكتبها ار كوساين ماينس ثيتا ماينس ثيتا، داله زوجيه طبعا، ثيتا الكوساين ماينس ثيتا هي نفس الكوساين ثيتا لانه داله زوجيه. اما بالنسبه للساين ماينس ثيتا هي داله فرديه، يعني ساين ماينس ثيتا هي ماينس ساين ثيتا، يعني هاي العلاقة زين ممكن أكتبها بهالطريقة، الناقص يطلع خارج ترجع نفسها، ترجع نفسها لأنه دالة فردية. هنا قلنا الكوساين هي دالة زوجية، واحد ناقص ثيتا تربيع على فاكتوريال مضروب الاثنين زائدا ثيتا أس أربعة على أربعة دالة زوجية، ماينس ثيتا أس ستة على ستة فاكتوريال، والساين هي ثيتا ماينس دالة فردية. ثيتا أس 3 على 3 فكتوريال زائد ثيتا أس 5 على 5 فكتوريال ناقص إلى آخره. عندي هنا هذا سؤال من الأسئلة المهمة واللي جبته بالامتحان السنة الماضية. إذا عندنا A تساوي كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا، بروف ذات أنه الواحد زائد A زائد A تربيع يساوي 1 زائد 2 كوساين ثيتا بين قوسين في كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا. حل هذا السؤال، عندي 1 زائد اي زائد اي تربيع 1 زائد كوساين، عندي هاي الاي ثيتا زائد اي ساين ثيتا زائد كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا تربيع. هذا هو فرق بين مربعين، مربع الحد الاول ضعف هذا الحد زائد ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الاخير، هاي الاي يصير ماينس. هنا اخوان 1 ماينس ساين تربيع، هاي الماينس ساين تربيع اجيبها هنا، زين تبقى الكوساين نفسها والاي ساين نفسها، كوساين تربيع زائد 2 كوساين 2 اي كوساين ثيتا ساين ثيتا. ان شاء الله المحاضره مسجله، ان شاء الله المحاضره كاظم مسجله وان شاء الله تنزل على اليوتيوب، وانا موجود احد واربعاء حاضر لاي سؤال، يعني باشر موجود حاضر لاي سؤال من قبل.
نرجع أخوان السؤالنا هنا. أنا عندي الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا هو كوساين تربيع ثيتا. كوساين تنزل ساين هنا آي ينزل هنا الكوساين أيضا تنزل هنا 2 آي كوساين ساين ينزل نفس. هنا عندي كوساين تربيع هو 2 كوساين تربيع ثيتا زائد كوساين هذا الحدود تنزل نفسها. هنا عندي 2 كوساين تربيع ثيتا هنا عندي 2 آي أجيبه هنا زين شبقى عندي زائد كوساين ثيتا زائد آي ساين ثيتا. هنا أنا عندي عامل مشترك أخوان هنا عندي عامل مشترك تلاحظ هنا عامل مشترك هو 2 كوساين ثيتا زائد آي ساين ثيتا. هنا هذا باقي الحد نفسه إذن أصبح عندي قوسين هنا عامل مشترك زين أخوان عامل مشترك القوسين هنا أطلع هذا القوس عامل مشترك يبقى إنه 2 كوساين ثيتا زائد 1. إذن قدرنا نثبت أن الواحد زائد أن أي زائد أي تربيع يساوي هذا المقدار اللي منطي بالسؤال. هنا هذا homework. إذا عدنا الثيتا هي باي على 3 prove that the expression هذا التعبير هو imaginary. إذا sin ثيتا هي جذر 3 على 2 هذا الحد هو imaginary هو خيالي يعني ماكو حد حقيقي يطلع. عندنا هنا أخوان أيضا سؤال هذا السؤال إذا عدنا الأي تربيع زائدا بي تربيع زائدا سي تربيع يساوي 1 and بي زائدا اي سي يساوي 1 زائد اي بين قوسين زد prove that إنه الواحد زائدا اي زد على الواحد ناقصا اي زد يساوي اي زائدا اي بي على واحد زائدا سي. أنا عند إخوان هذه العلاقة من خلال هذه العلاقة أطلع الزت زين هنا الزت راح يساوي B زائد I C على 1 زائد A زين إخوان هذه الزت راح أعوضها إخوان بهذه العلاقة اللي هو مطينيها بالسؤال واحد زائد I Z على 1 ناقص I Z أعوض هنا قيمة الزت اللي انطانا إياها زين اخوان انا راح اخذ عامل مشترك واحد زائدا بالنسبه للبسط واحد زائدا اي هنا هذا على واحد هي واحد زائدا اي في واحد هي واحد زائدا اي زائدا واحد زائدا اي اللي هو عامل مشترك احنا اخذناه على واحد زائدا اي واحد في بي زائدا اي سي طبعا هنا خارج قوس. بنفس الطريقه ايضا اخذ عامل مشترك هو الواحد زائدا اي راح يكون عندي هذا المقدار. هنا راح يتم اختصار الواحد زائد ان اي والواحد زائد ان اي. نجي هنا اخوان راح يدخل الاي على القوس اي بي ناقصا اي سي وهنا كذلك ناقصا اي بي بلس هنا عند الاي في الاي ماينس والماينس موجود هنا راح يكون بلس. هنا اخوان راح ارتب الحدود يعني بس اجيب السي بهذا المكان والاي بي الماجينري اخليه بهذا المكان. هنا نفس الحالة ماينس اي بي اخلي اخر شيء. هنا صار عندي حد خيالي بالمقام نضغط هنا في مرافق المقام فقط هذه الاشارة تتغير هذه الاشارة صارت اي بي بلس اي بي زين. هنا صار عندي هذا الحد في هذا الحد زين اخوان فراح اضرب هذا الحد يعني كأنما انا عندي قوسين في هذا الحد بعدين الـ IP في هذا الحد زين اخوان اجي هنا اضرب الـ IP ايضا في هذا الحد راح يكون عندي انا هذا المقدار اللي شوفوه امام زين اخوان. اجي هنا راح اضرب القوسين زين هنا واحد في هذا القوس اي في هذا القوس ماينس سي في هذا القوس كذلك هنا الـ IB في هذا القوس والـ IB في هذا القوس ماينس B تربيع. هنا الماينس عندي IB في IP هنا الـ I في الـ I هو ماينس فيبقى B تربيع. هنا قلنا نفس المقدارين هنا هذا المقدار بالمقام نفس هذا المقدار الإشارة تختلف راح يكون هذا القوس تربيع بلس B تربيع
كلاس بي تربية أخذناها بالمحاضرات هي مضى. هنا أخوان راح تكون عندي السي ويا الماينس سي تروح، الأي سي ويا الماينس أي سي تروح، هنا أنا عندي بلس أي بي سي ويا ماينس هذا ويا البلس راح يروح، راح يبقى عندي هذا المقدار اللي هو أمامكم هذا المقدار. هنا هذا القوس فيه ثلاث حدود، إيش راح أعتبر؟ راح أعتبر الواحد زائد ان اي هو الحد الأول، فأقول مربع الحد الأول، ضعف الأول اللي هو واحد زائد اثنين في الثاني سي زائد مربع الحد الأخير زائد المربع الحد الأخير وزائد بي تربيع هي تنزل زائد بي تربيع تنزل. هنا أنا أخوان راح عندي أرتب الحدود اللي عندي بهذا الشكل، واحد زائد اثنين اي تربيع هاي نفسها زائد اثنين اي بي، أنا عندي هنا اي بي اي هنا اي بي اي هنا عندي اي بي وهنا عندي اي بي ناقص بي تربيع. هنا كذلك هذا راح يحل فرق بين مربعين، مربع الحد الأول ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الأخير. هنا الاثنين سي تضرب بالقوس زائد سي تربيع زائد بي تربيع. لاحظوا هنا أخوان أنا عندي هنا ناقص سي بناقص بي تربيع، ناقص سي تربيع ناقص بي تربيع، أطلع الماينس خارج راح يبقى سي تربيع زائد بي تربيع. وهذا الحدود أنا أنزلها نفسها. 2 اي عندي اي تربيع عندي زائد 2 اي بي زائد 2 اي بي اي هذا راح ننزله هنا، وهذا الحد ايضا كذلك عندي الواحد هنا زائد اي تربيع زائد بي تربيع، هذا الحدود ارتبها اللي موجوده بالمقام زائد 2 اي 2 سي زائد 2 سي اي. اجي هنا اخوان انا هنا هذه العلاقه الواحة أمامكم هذا إيش تساوي حسب العلاقة اللي نعطيناها هو بالسؤال، عندي أي تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع تساوي واحد، يعني من أحول هناك السي تربيع زائد بي تربيع هناك الأي راح يتحول راح يصير واحد ماينص أي، يعني إذا أرجع للعلاقة هذا هو السؤال اللي نعطيناه هو هنا شوف هون إذا أحول الأي تربيع هناك راح يصير ماينص، فالواحد ماينص أي يساوي بي تربيع زائد سي تربيع. نرجع للسؤال هنا هذا الحدود البقية أنزلها نفسها، هذا الحد أنا بالسؤال مطينا أي تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع هو واحد زين، وأنزل بقية الحدود هنا الماينص يدخل على القوس نزل بقية الحدود هنا أيضا واحد زائد واحد هو اثنين زين. هنا راح يكون عندي راح ارتب الحدود بهذا الشكل، اطلع 2 خارج قوس تروح يبقى اي تربيع زين، ارتب الحدود اي تربيع زائد اي بي زائد اي زائد اي بي، رتبت حدودي بهالشكل كذلك هذا الحد ينزل نفسه. ايش عندي انا هنا اي زائد بي، هنا هذا الحد اكو مشترك الاي يبقى اي زائد بي، هنا زائد اي زائد اي بي العضو، هنا نفس الحاله هذا قوس زين، هنا اطلع السي يبقى واحد زائد اي، هنا عندي واحد زائد اي هنا عندي واحد زائد اي ايضا يطلع مشترك، هنا هذا الاي زائد اي بي هنا مشترك يبقى مكانه الاي زائد واحد مثل ما نلاحظ. يتم الاختصار اي تربيع او اي عفوا زائد اي بي على واحد زائد سي، اذا قدرنا نثبت انه الواحد زائد اي زد الواحد ماينس اي زد نساوي اي زائد اي بي على واحد زائد سي. أكو سؤال طلاب لحد الآن؟ أكو سؤال؟ صوت شوية. واضح أخوان أكو سؤال؟ نكمل طلابنا. عندنا إذا زد تساوي كوساين ثيتا زائد آي ساين ثيتا بروف ذات إنه الاثنين على واحد زائدا زد يساوي واحد ماينص آي زد آي ساين ثيتا على واحد زائدا كوساين ثيتا.
إن شاء الله المحاضرة مسجلة أخوان، وإن شاء الله أنزلها على اليوتيوب وأنزل لكم الرابط. حل هذا سؤال 2 على 1 زائد Z نعوض عن قيمة Z الموجودة هنا. هنا أنا راح يصير عندي حد خيالي وحد هذا الخيالي وهذا الريل بار، فأضرب في مرافق المقام راح يكون بهالشكل هذا. زين أخوان، هذه العلاقة اللي 2 في هذا الحد. هذا الحد احنا قلنا بما انه انا عندي هنا نفس الحدود باختلاف اشارة الإيماجينري، راح يكون هذا تربيع زائدا ساين تربيع. هذا الحد اخوان، فهنا مربع الحد الاول زائد ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الاخير بهالشكل هذا. عندي هنا الساين تربيع والكوساين تربيع حسب علاقات الكوساين والساين، راح يكون عندي هذا 1 زين، وهنا أنا 1 زائد 2 كوساين كيف راح يصير 1 زائد 1 2. طلاب اكو سؤال؟ شوي الصوت بدون زحمه طلاب، ترى صوتكم دا سمع العده. سؤال يسأل هنا اخوان، راح اطلع 2 خارج قوس. هنا هذا الحد راح يوزع على هذا الحد، قلنا اذا موجود اشاره ماينس او بلس ممكن اجزئ الكسر، فيصير هذا الحد 2 في 1 زائد كوساين ثيتا على 2 زائد 2 كوساين ثيتا. هنا نطلع 2 زين، تختصر 2 ماينس كذلك هنا 2 اي ساين ثيتا على 2 زائد 2. هنا ايضا ال 2 تطلع، راح يبقى اي ساين ثيتا على 1 زائد كوساين ثيتا. هذا الحد شوفوا نفس هذا الحد راح يختصر 1 ناقصا اي ساين ثيتا على اي على 1 زائد الكوساين ثيتا كوساين ثيتا. لاحظتنا اخوان هنا انا عندي هسه موضوع اخر هو خواص الزوايا الرئيسيه. خواص الزوايا طبعا هنا الغير رئيسيه اللي هي ما بين الزوايا الرئيسيه، خواص الزوايا الارجمنت. هنا أنا عندي أول حالة proof that إنه حاصل ضرب Z1 في Z2 راح يكون هنا أنا لازم يطلع theta 1 زائد theta 2 theta 1 زائد theta 2. هنا أنا عندي Z1 في Z2، هنا أنا R1 Z1 وهنا R2 Z2 cosine theta 1 زائد I sine theta 1 cosine theta 2 زائد I sine theta 2. راح ضرب هذا حدود هذا القوس في حدود القوس الثاني، راح يصير كوسان ثيتا 1 زائد اي ساين ثيتا في هذا. طبعا هنا نطلع من الار 1 والار 2 خارج قوس وابدي عمليه ضرب القوسين، كوسان ثيتا 1 كوسان ثيتا 2 زائد اي كوسان ثيتا 2 ساين ثيتا، العفو كوسان ثيتا 1 ساين ثيتا 2 زائد اضرب هذا الاي ساين ثيتا 1 في كوسان ثيتا 2. هنا راح يكون ماينس ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2. راح الإيماجينري يكون حد مستقل داخل القوس والريل أيضا حد مستقل. أنا عندي من ضمن متطابقات الدوال المثلثية عندي كوسان ثيتا 1 زائد ناقص ثيتا 2 يصير كوسان ثيتا 1 كوسان ثيتا 2. هنا الإشارة تقلب، إذا زائد يصير ناقص وإذا ناقص يصير زائد. ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 اخوان. هنا ايش راح يكون عندي؟ ايضا ساين ثيتا 1 زائدا زائد ماينص ثيتا 2. هنا راح يكون عندي ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 نفس الاشاره، هنا تبقى نفس الاشاره اذا بلس واذا ماينص ساين ثيتا 2 كوساين ثيتا 1. انا لو تلاحظون عندي هنا بالسؤال شوفوا هذا العلاقه كوساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 ماينص ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2، راح يكون هذه العلاقة مكانها بس الإشارة تختلف، راح يصير كوساين ثيتا 1 هنا عندي ماينس راح يصير بلس ثيتا 2. هنا الإشارة تبقى نفسها حسب هذا المتطابقة، راح يكون عندي ساين ثيتا 1 زائدا ثيتا 2. إذا أثبتنا أنه الأرجمنت Z1 في Z2 يساوي هنا الزوايا ثيتا 1 زائد ثيتا 2، هاي أرجمنت
Z1 زائد argument Z2 معناه theta1 زائد theta2. هاي theta1 زائدا theta2. theta1 زائدا theta2. عندنا Z1 على Z2 يساوي الارجمنت Z1 minus الارجمنت Z2. هذا اخوان Z1 على Z2 الو هنا Z1 على Z2 هذا المقدار يساوي هنا R1 على R2. هنا عندي بالمقام imaginary اذا نضرب في مرافق المقام في مرافق المقام نضرب القوسين هذا القوس في هذا القوس وهذا القوس في القوس الاخر. هنا قلنا اكو اختلاف بالاشاره الحدود متشابهه يصير كوسين تربيع زائد ساين تربيع اللي هي واحد. هنا هذه حدودنا اللي ضربنا القوسين هنا هذا الحد الخيالي هذا الحد الحقيقي وهذا الحقيقي نجيبه هنا والخيالي راح يكون خارج قوس او داخل هذا القوس داخل هذا القوس الاي مشترك. ايش عندي انا حسب المتطابقات اللي كتبتها انا قبل قليل راح يكون كوساين هنا عندي بلس راح يصير ماينس هنا اي ساين ثيتا بما انه ماينس ايضا ماينس ثيتا 1 زائد ثيتا 2. اذا اثبتت انه الارجمنت Z1 على Z2 يساوي الارجمنت Z1 ماينس ارجمنت Z2. انا هذه العلاقه اذا اخذت لها القيمه المطلقه وحطيتها داخل جذر وربعت الكوساين والساين الكوساين والساين المربع مالتهم واحد يعني تحت الجذر واحد هو واحد نفسه اذا القيمه المطلقه لزت1 على زت2 هي ار1 على ار2 ار1 على ار2. هاي ايضا من ضمن المتطابقات بروف ذات انه واحد على زت الارجمنت يساوي ماينس ارجمنت زت1. اخوان المحاضرة ان شاء الله مسجلة وان شاء الله تنزل باليوتيوب وان شاء الله الصوت يكون واضح الصوت يكون واضح. نجي هنا أنا ايضا واحد على R هنا الزت هي R كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا نضرب في مرافق ونفس الطريقة هنا هذا راح يكون تربيع هنا هذا راح يكون كوساين ثيتا ناقص I ساين ثيتا هنا كوساين ثيتا ناقص اي ساين ثيتا. انا قلت لكم انه الكوساين ثيتا ناقص اي ساين ثيتا ممكن نكتبها بهالطريقه كوساين تربيع او كوساين ماينس ثيتا زائد اي ساين ماينس ثيتا. اذا الماينس ثيتا هو ناقص الارجمنت ناقص الارجمنت زين اخوان هذه العلاقه هوم ورك لكم حلوها ولو هو محلول بنفس الطريقه بنفس الطريقه اخوان هذا هوم ورك حلو. اخوان تسجل المحاضرة ان شاء الله المحاضرة راح تسجل. هذا سامبل بسيط انه اذا Z تساوي 1 زائد I find argument Z يعني يريد الزاوية فقط نوجد الزاوية فقط نوجد الزاوية. عندنا اخر سؤال اخر سؤال اخوان اخر سؤال هنا find the complex number z if argument z زائد 1 يساوي باي على 6 and argument z minus 1 يساوي 2 باي على 3. حل هذا السؤال هنا argument z زائد 1 هاي x z طبعا x زائد اي واي z زائد 1 x زائد اي واي زائد 1 هذا الريل بارت وهذا الايماجينري. الارجمنت الزاويه بالنسبه للاكس زائد 1 هنا أنا راح يكون عند الريل اكس زائد 1 زائد اي واي هنا اخوان هنا اخوان هنا الزاويه الخيالي على الحقيقه واي على اكس زائد 1 واللي هو بالسؤال معطيناها يساوي باي على 6 اللي هي 30 اعطيناها بالسؤال الارجمنت يعني الزاويه ثيتا تساوي باي على 6 يعني 30 هنا فهنا اخوان الواي على اكس زائد 1 تان باي هاي ثيتا هاي ثيتا اللي هو معطيناها
زين هنا أنا هنا أنا التان راح يصير تان باي على 6 يساوي واي على x زائد 1. التان انفرس يساوي هذه الزاوية ثيتا، فيصير تان الزاوية ثيتا يساوي واي على x زائد 1. زين اخوان هنا التان ثيتا هو واحد على جذر 3، هنا واي على x زائد 1 تان ثيتا تان 30 واحد على جذر 3، نضرب جذر 3 في y يساوي x زائد 1. هاي معادلة عندي ال x هنا ايش راح يساوي؟ احول الواحد هناك يصير ماينص 1 ماينص 1. زين نفس الطريقة الارجمنت z ناقص 1، هنا z ناقص 1 هي x، هنا راح يصير ماينص 1 زائد اي 1. اذا الارجمنت z ماينص 1 يساوي tan انفرس ال y على x ناقص 1، والزاوية هو مطلنا إياها الأرجمنت هي 2 باي على 3 وهي تساوي 120. أحول الزاوية جانب التان، يعني تان 120 يساوي واي على إكس ناقص 1 مثل ما تلاحظون، يساوي ماينس جذر 3 ماينس جذر 3. زين هنا الماينس جذر 3 راح تنضرب بالإكس ناقص 1، تنضرب بالإكس ناقص 1 زين اخوان. فهنا راح يكون عندي هذه المعادله هي المعادله رقم 2، نضرب الجذر 3 بالاكس ناقص 1 راح تكون عندي بهذه الطريقه. هنا نعوض هذه المعادله بالمعادله رقم 1، معادله 2 نعوضها بالمعادله رقم 1، صار اكس جذر 3 قوس ناقص جذر 3 اكس زائد جذر 3 ماينص 1. اذا الاكس راح يساوي ناقص جذر 3، هذا جذر 3 في ناقص جذر 3 يساوي ناقص 3، الجذر يروح اكس زائدا ايضا جذر 3 في جذر 3 3 ماينص 1. زين اخوان هنا عندي 3 ناقص 1 هو 2، راح تكون العلاقه بهالشكل، اكس راح يساوي 2 على 4 1 على 2. اعوض هذا في المعادله رقم 2 راح يطلع عندي الواي يساوي جذر 2 على 2. اذا انا اوجدت الحدود الايماجيناري والخيالي للزد، عندي 1 على 2 ماينص او بلس جذر 3 على 2. اخوان محاضرتنا هنا انتهت. زين دكتور اسف على المقاطعه. اي العفو تفضل. هذا كله سؤال واحد؟ هذا كله سؤال واحد كله هذا؟ اي طبعا كله سؤال واحد. طيب عاد يعني دكتور تاهت علي الماده كلها. انا شوف موجود باكر تجيني اعيد لك الماده واشرح لك اياها وعدت الجراف، اي سؤال عندك انا اشرح لك. وانا محافظات تجيك لا على التليجرام. تعالي على التليجرام وش وقت ما تكون موجود هنا بالنسبه للمختبرات انا حاضر اشرح لك اياها. ما تخسر تتدلل. اكو سؤال اخوان؟ هنا محاضرتنا اليوم انتهت، وانا جدا اعتذر، اكو التزام كان. زين وانا جدا اسف، والمحاضره موجوده ان شاء الله انزلها على اليوتيوب وادز لكم الرابط، وحاضر لاي سؤال في اي وقت على التليجرام في اي وقت. ماكو سؤال يا ولد؟ بنات دكتور السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي دكتور. بس على مود طالب بالتاخر صارت عنده جلسه مع دكتور على مود الغياب، سجل غياب ما سجل غياب؟ تعطينا اسمه وما سجل غياب تبدل اسمه بسام محمد عطيه. ماشي هسه تبدل اسمه بسام محمد عطيه. اوكي ماشي دكتور ماشي سهله. مشكور سؤال انا ممنون من عندكم وحاضر لأي سؤال، وشكرا جزيلا لكم. مع السلامة أخوان. ممنون، مع السلامة طلاب، مع السلامة. دكتور؟ أكو سؤال؟ اي دكتور اي تفضل مهيمن. بس الملف البي دي اف يا ريت تنزل لنا اياه هسه بالكلاس حتى نسحبها ان شاء الله. ان شاء الله عنده مؤتمر هسه ان شاء الله خلصه وانزل لكم اياه. يعني انتظرني ساعه انا انزله تدلل. هذا عادي دكتور، المهم اليوم. هاي شو على راتك باي وقت اليوم ينزل لك على الكلاس. مشكورين دكتور تدلل حبيبي الغالي. مشكورين حبيبي. والحضور دكتور الحضور انا سجلته من خلال وجود الطلاب، يعني الاسماء كانت واضحه يمي انا سجلت الحضور.
شو ماشي دكتور. يلا اخوان ممنون جدا اشكركم.